مساء الخير مشاهدينا الكرام، انا دينا زهره وبرحب بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات هنا العاصمه. النهارده كما هي العاده عندنا اثنين فقرتين للحوار. الفقره الاولى هي عن مبادره اطلقتها وزاره الهجره وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للطفوله والامومه وبالتعاون ايضا مع مؤسسه نهضه مصر للنشر. المبادره اسمها اتكلم مصري، هدفها ببساطه انها تشجع المصريين في الخارج ان هم يتكلموا اللغة العربية، تشجعهم طبعا من خلال اللغة اللي هي واحدة من اهم ادوات التواصل ان لم تكن اهمها على الاطلاق، تشجعهم بهذه الطريقة ان هم يرتبطوا اكتر بالوطن الام، ان هم يبقى ليهم ارتباط بكل ما يحدث في البلد ويعتبروا جذور للبلد لكن في منطقة مختلفة، مش انه انقطعت العلاقة بينهم وبين بلدهم على الاطلاق. النهاردة احنا نناقش عن هذه المبادرة، هنتكلم فيها، هنسأل ببساطة ازاي تتم، عبر اي اليات، هل هيكون يعني جزء من الأنشطة اللي هتتم في مصر جزء منها في البلاد المعنية، هل هتغطي كافة الدول اللي فيها المصريين في الخارج ولا فقط الجاليات اللي فيها عدد أكبر، ازاي هتشجع المصريين في الخارج ان هم يعملوا حاجة زي دي، تقنعهم ازاي، تتواصل معهم ازاي لو هم مش عايزين، لانه ايضا تعلم اللغة الحقيقة ومن ضمنها اللغة العربية، ان كانت اذا كنا نقصد اللغة العربية الفصحى، من اللغات الصعبة جدا وتعلمها يمكن على كبر هيبقى صعب، فلازم يكون هم نفسهم المصريين في الخارج عندهم الإرادة دي. التواصل معهم هيكون ازاي؟ هل احنا بنتكلم على لغة فقط ولا بنتكلم ايضا على عادات وتقاليد وثقافة، خاصة لما نتكلم على اجيال الجيل الثاني والثالث اللي ممكن يكونوا بعدوا اكتر من اهاليهم ومن جدودهم عن العادات والتقاليد المصرية. دي هتكون فقرتنا الاولى في النقاش. الفقرة الثانية في النقاش الحقيقة، وهي فقرة يعني هتمس قطاع معين من المواطنات، الحقيقة بنتكلم على مرض سرطان الثدي. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، يطلق عليه بينك أكتوبر أو أكتوبر الوردي. هذا الشهر من سنة 2006 وهو مخصص للتوعية بمرض سرطان الثدي، بيكون فيه توعية عن أهمية الكشف المبكر، بيكون فيه توعية بآلية الفحص، عن كيفية العلاج، عن نسب الشفاء، عن الأرقام، بيكون فيه نظرة قريبة لسرطان الثدي، للمريضات بسرطان الثدي، أيضا لرحلة دعمهم النفسي ودعم أسرهم والدايرة القريبة منهم. الحقيقة في هذه الفقرة احنا هيشرفنا اثنين من الدكاترة، هنسألهم، متخصصين طبعا في الأورام وفي التشخيص، هنسألهم عن الجانب الطبي في هذا المرض وما يعني وطبعا ما أهم هذا الجانب، لكن كمان هيكون معانا البعد الإنساني لمجموعة من البطلات والمحاربات اللي اتعرضوا لهذه التجربة القاسية، منهم اللي انتهى منها الحمد لله ومنهم اللي لسه بيخوض هذه الرحلة الصعبة. النهاردة هنشد عليهم ونتكلم معاهم، يفتحوا لنا قلوبهم ونسمع منهم عن رحلتهم، ازاي اكتشفوا المرض، ازاي خاضوا الرحلة دي، ازاي كل واحدة فيهم قدرت انها توجد لنفسها نقطة قوة تواجه بيها هذا المرض الصعب اللي بيضرب او اللي بيصيب الجسد وبيصيب القلب والروح كمان، خاصة الدايرة اللي قريبة منهم. نبدأ مع حضراتكم استعراض الأخبار اللي اخترناها لكم. البداية بلجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كانت بتدرس تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. الحقيقة اللجنة أوصت بصعوبة تنظيم هذه المنظومة، وشافت أنه هيترتب عليها نوع من الإخلال في أجور الموظفين وأيضا في إتاحة الخدمة للمواطنين، الخدمة المقدمة للمواطنين. اللجنة كانت بتوصي ببديل آخر أو بفكرة هي إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بنظام تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة، وتحديدا للفئات زي مثلا ذوي الإعاقة أو الموظفين اللي ليهم أبناء لديهم إعاقة أو السيدة اللي بترضع
أطفالها. كمان اللجنة أوصت بإمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقا لمحل الإقامة فيما يسمى بالتوطين الوظيفي أو التوطين المكاني. ده في جزء من الاجتماعات وما تم اتخاذه، وهنعرف يمكن تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. لكن كمان في نقطة متعلقة بالصندوق السيادي، رئيس الوزارة في اجتماع مع وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد وجه بسرعة اختيار المدير التنفيذي للصندوق، واقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ليتم إصدار قرار بتشكيل مجلس الإدارة في أقرب فرصة. معنا على التليفون المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارة. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير أستاذة دينا، تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، خليني أبدأ معاك في البداية عن الاجتماع اللي تم مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري. سيادة المستشار، إيه أبرز ما خرج عن هذا الاجتماع؟ طبعا الاجتماع ده شاغل مصر كلها النهاردة. اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري كان في موضوعين أساسيين. الموضوع الأول مناقشة مقترحات تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يتواءم مع النقلة اللي هتشهدها مصر من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. الحكومة بتسعى إن نقل العاصمة الإدارية الجديدة لا يكون فقط نقل للمكاتب والأثاث وخلافه، يجب أن يشهد ذلك أيضا الانتقال المكاني، يجب أن يتوازى معه انتقال في أو تطور في الآليات والعقليات وكل ما يتعلق بتطوير الجهاز الإداري. فكان ده كان أحد الجوانب الهامة لمناقشة سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة والمقترحات المختلفة. الموضوع بقى الأكثر شعبية اللي بيهم الناس ان اللجنه التي شكلها السيد الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء لمناقشه موضوع او مقترح تقليص عدد ايام اللجنه دي كانت برئاسه الاستاذ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. اللجنه دي قدمت توصياتها بخصوص هذا المقترح. عشان افكر حضرتك، المقترح ده كان بيقوم على تقليص عدد ساعات العمل الاسبوعي من 5 أو 6 أيام الى 3 فقط. سيادة رئيس الوزراء لما قرر يدرس هذا الموضوع اشترط على اللجنة للدكتور صالح الشيخ شيئين. أولا ألا يعني يتأثر مستوى الخدمات المقدم للمواطنين ولا يتأثر كم الخدمات المقدم للمواطنين بتطبيق هذا النظام، يعني مش عشان هنقلل ساعات العمل أو نقلل أيام العمل خدمات المواطنين تتأثر، فطبعا ده شيء لن يكون مقبول. الشيء الآخر الذي اشترطه السيد رئيس الوزراء ألا تتأثر أجور العاملين أو تقل، فبالطبع لان الحكومه لا تسعى لذلك بالمره بالعافيه، بل هي تسعى للعكس تماما، تسعى لزياده الاجور وليس تقليل. اللجنه مارست عملها بشكل علمي ومنهجي وعملت استطلاعات راي، وانا لما اقول استطلاعات راي ده لا اعني فقط استطلاعات راي الموظفين، وانما ايضا استطلاع راي الجهات المعنيه بالتنفيذ الوزارات والمحافظات. كانت النتيجه ان 86% من هذه الوزارات وما يقرب من 88% من المحافظات رفضت تطبيق المقترح وقالت انه غير مناسب. طب وده ده كده قرار نهائي يا فندم؟ ده كده قرار نهائي فيما يخص هذا الموضوع، تقليص ايام العمل. اللجنه طبعا رفضته وقالت انه غير مناسب. اللجنه والوزارات، مش اللجنه، الوزارات والمحافظات. ايوه، طيب اقتراح تجميع الساعات للفئات المستفيده ده هيتم يعني تطبيقه ولا هو خاضع للدراسه؟ بص، جميع هذه الاشياء استاذه دينا جميعها خاضعه للدراسه، هذه مجرد مقترحات واراء قابله للدراسه ويعني قد تكون قابله للتنفيذ في مرحله، لكن ليس هناك شيء حاسم وبات ونهائي فيما يخص ساعات العمل، جميعها مقترحات. وبالعكس بل اللجنه يعني اوصت، اللجنه المشكله برئاسه الدكتور صالح الشيخ، اوصت بارجاء النظر في كل هذه المقترحات الى حين الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده، يكون يعني سيكون ساعتها من الاوفق النظر في هذه الموضوعات، موضوع طيب. ساعات العمل. نقطة طيب المتعلقة بقى بنظام التوطين يا فندم المكاني، يعني لو تشرح لنا أكتر معناه، وهل ده بيبقى يعني في نفس يعني هيبقى مسموح للموظفين في نفس القطاع في نفس الدرجة الوظيفية ولا مسموح للجميع، يعني تفاصيله أكتر إيه؟ طبعا نظام التوطين المكاني ده شيء بتسعى الحكومة تجيب على سبيل تسهيل الأعباء على الموظفين، يعني لما يكون عندي أمثلة برضه بحب عشان أوصل الفكرة، لما يكون موظف من الشرقيه وشغال في محافظه ثانيه ولنقل مثلا انت اهليه، فالتوطين المكاني هنا يعني الانسب والاوفق له تسهيلا عليه ان احنا نوطنه في مكانه ويعود لمحافظته الاصليه. طبعا
تطبيق هذا يرتبط بحاجات او مدى توفر الوظيفه بتاعته والدرجه بتاعته في الجهه الاخرى اللي عايز ينتقل اليها. هو مقترح وشيء بتسعى الحكومه لتطبيقه طبعا في اطار جهود الاصلاح الاداري، لكن زي ما بقول لحضرتك مفيش حاجه محدده. هو من ضمن برضو منظومه المقترحات التي نقشت اليوم على سبيل انها احد ايضا البدائل للتسهيل على المواطنين اللي هم بيقودوا سياراتهم او بينتقلوا مسافات كبيره. طيب يعني تم ارجاء النظر في هذه المقترحات او التوصيات يعني لحين موضوع العاصمه الاداريه الجديده؟ يعني سيكون مرتبطا النظر فيها سيكون مرتبطا بالنقل للعاصمه الاداريه الجديده، حين تنتقل الحكومه العام القادم الى العاصمه الاداريه الجديده ويبدا العمل من هناك سيفتح هذا الملف مره اخرى وللنظر في افضل البدائل. طيب يعني عشان برضو الموظفين اللي بيسمعونا حتى هذه اللحظه لا شيء جديد لا شيء متغير خالص بالمره اطلاقا. طيب النقطه المتعلقه بالصندوق السيادي سياده المستشار، يعني اخر التطورات ايه خاصه بعد ما ذكرنا منذ قليل توقيع رئيس الوزراء بسرعه تشكيل مجلس الاداره؟ زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه دول اهم نقطتين في نوقشوا في الاجتماع النهارده. رئيس الوزراء كان حريص جدا على تسريع وتيره عمل في هذا الصندوق بما تعقد عليه الحكومه من امال في اداره ثروات مصر وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر في الفتره القادمه. فسيادته توجه بالبث في السير الذاتيه التي تلقتها الحكومه للمرشحين لمنصب المدير التنفيذي. الحكومه تلقت عدد كبير جدا من تلقت ايه تقريبا 220 المدير التنفيذي 220 بس طبعا احنا بنسعى ان هيكون باذن الله احد الكوادر المرموقه هو من سيدير هذا الصندوق. فستكون عمليه يتم الانتهاء من ده؟ لا ما عنديش فريم ورك يعني فريم تايم فريم محدد يعني بس يعني في اقرب فرصه ان شاء الله وفقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء. نعم استغل بس الفرصه لان موضوع اقتصادي مهم جدا حصل النهارده. احب اطلعك عليه استاذ دينا واوسع الساده المشاهدين. مجموعه اللولو وهي مجموعه استثمارات هنديه افتقد رئيس الوزراء اليوم وابلغته انها ستقوم بضخ 500 مليون دولار استثمارات جديده في مصر. تخيلي حضرتك نصف مليار دولار ستدخل مصر على مدار عامين من قبل هي طبعا سلاسل سوبر ماركت يعني مزبوط. هنديه معروفه مزبوط. ستقوم بضخ هذه الاستثمارات في سلاسل سوبر ماركت ومراكز لوجستيه من خلالها ستقوم بتصدير المواد الغذائيه والمنتجات الزراعيه من مصر الى دول الخليج ومن الدول الاوروبيه. من امتى يا فندم يبدا يعني ضخ هذه الاموال؟ هيتم الضخ على مدار سنتين وبدء العمل التالي سيكون من شهر الى 3 اشهر. السيد رئيس الوزراء كان حريص النهارده على حث للمجموعه على البدء الفوري ووعدهم بتسديد كافه الصعوبات. فالمجموعه في المقابل عندما استشعرت ذلك تحمست بشده ويعني قلصوا الفتره الزمنيه بعد ما كانوا ناويين يعني خلال 6 اشهر او ما شابه. قالوا ان هم هيبتدوا يعني الاجراءات الفعليه خلال شهر من الان. طيب ده خبر عظيم وبالتالي يعني ويعكس يعني حضرتك يعني طبعا فاهمه كل هذا يعكس حجم الثقه التي يلقاها الاقتصاد المصري في عالميا وتعكس ان الحكومه والاصلاحات التي قامت بها هي كانت في الاتجاه الصحيح. ربما كمان هي فرصه للمواطن المصري يتعرف شويه على السلسله دي، مش معروفه قوي لسه في مصر. مظبوط. دلوقتي هم موجودين في التجمع، فدي يعني هم كمان واضح عايزين ده يعني بالمبلغ ده مش قليل، عايزين هم كمان يعرفوا المواطن على النوعيه دي من السوبر ماركت. مظبوط. وانا متفائل لان الناس النهارده كانت هم شديد التحمس للعمل في السوبر ماركت، يعني هم يعملون بالفعل لكن هم اليوم كانوا شديد التحمس لضخ هذه الاستثمارات الجديد. بشكرك شكرا جزيلا المستشار نادر سعد متحدث باسم مجلس الوزراء. لموضوع اخر وهو موضوع الدواجن. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بالغرف التجاريه قال ان الحكومه هتفعل العمل بقانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحيه اللي كان صدر عام 2009 بعد انتشار انفلونزا الطيور. وزاره الزراعه خطبت جميع المحافظات لتفعيل القانون وهيكون في نشر للكمائن الشرطيه اللي بتضم اطباء بيطريين للتاكد من وجود تصاريح رسميه بتداول الطيور وخلوها من مرض انفلونزا الطيور. هذا القانون كان
صدر 2009، تم العمل به لمدة عامين ثم تراجع تنفيذه بعد ثورة يناير 2011. كمان عقد دكتور مدبولي مع وزير الزراعة ومع نائبة وزير الزراعة اجتماع لمتابعة تطور صناعة الدواجن بشكل عام وسبل تنمية الثروة الداجنة في مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تفعيل هذا القانون. معانا على التليفون دكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة دينا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. دكتورة منى، يعني إذا كان هذا القانون كان صدر في 2009 ثم زي ما قلنا تراجع شوية تنفيذه، لماذا الآن تحديدا يعود الحديث عن تفعيل هذا القانون؟ تفعيل القانون الحقيقة له مزايا كتيرة جدا، وأكيد لما درسنا وعملنا قانون كان له أهمية كبرى، لأن حضرتك تعرفي كويس أن الرياشات والذبح في الأماكن الغير مخصصة زي المجازر ده بيؤدي إلى تلوث بيئي وبيؤدي إلى انتشار الأمراض. الحاجة الثانية أن حضرتك إحنا في مصر في إنفلونزا الطيور، وإحنا بنحاول نتخلص من هذا المرض، ومن أهم الأسباب هو عملية الذبح خارج المجازر، عملية انتقال الطيور إلى الأسواق بدون كمان عملية الفحص قبل خروجها للتسويق. فدي آليتين مهمتين إن إحنا بنحاول دلوقتي إن إحنا نرجع نطبقه، لأنه كان نطبقه الحقيقة ومشي يعني بخطة كويسة جدا 2009 و2010. النهاردة إحنا بنسترجع لأن إحنا عايزين نكمل منظومة صناعة الدواجن، ترتقي بمنظومة صناعة الدواجن. يعني صناعة الدواجن النهاردة بنحقق يعني الاكتفاء الذاتي من البيض، واحنا بننتج حوالي 12 مليار. طيب. وان شاء الله السنه الجايه انا هرجع لحضرتك لارقام الانتاج والاستهلاك. نعم. بس قبل ما اتجاوز النقطه بتاعه القانون، طيب هيتم. نعم. التعامل ازاي مع يعني بيع الدواجن الحيه في المحلات، نقلها من الاماكن؟ احنا قلنا في كمائن يا شرطه هتبقى موجوده، بس يعني نعم. هل ده هيبقى كافي؟ هل ده هيغطي يعني فكره انه الدواجن الحيه تتنقل من مكان لاخر؟ طبعا الفكرة ان النهاردة دخول القاهرة والجيزة كمدن كبيرة تستهلك حوالي 30% من الانتاج، دي هتكون هي البداية. بعد كده بنمسك عواصم المحافظات. عملية دخول الطيور الحية الى القاهرة والجيزة هيبقى مش مسموح، الا النهاردة الدواجن هتطلع على المجازر وتدخل الدواجن الى القاهرة والجيزة، دي مرحلة اولى بمبردة او مجمعة. طبعا احنا في اعتبارنا الرياشات اللي موجودة ومحلات بيع الطيور الحية طبعا احنا حاطينهم في الاعتبار. المحلات دي الحقيقة كانت تحولت قبل كده في 2009 و2010 الى محلات لعرض وبيع المجمدات زي الفراخ او الكبدة او اللحمة او السمك او المبرد او المجمد، وبالتالي كان عندهم مصادر دخل. النهاردة احنا بنديهم فرصة لكل المحلات ان هي النهارده ممكن هياخدوا قروض ميسره من جهاز الصناعات الصغيره والمتوسطه 5% ولا يعني من مبادره البنك المركزي، على اساس انه يغير نشاطه ويبتدي يكون عنده الثلاجات المتجهزه لذلك. هل عندنا عدد مجازر كافي يا دكتوره؟ احنا عندنا الحقيقه مجازر تغطي وزياده. احنا للاسف الشديد المجازر دي تم يعني اقامتها بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقة حتى 10%، يعني فعلا يعني واحنا اللي طالبنا طبعا بذلك يعني انتشار انفلونزا الطيور 2006، ولان ده الحل الامثل ان الطيور الحيه ما تكونش متواجده في الاسواق لان هي بتنقل المرض. طب والمجازر بهذا العدد الكبير يا دكتوره يعني بتغطي كل محافظات الجمهوريه ولا هي موجوده في القاهره الكبرى فقط؟ لا، المجازر موجوده في معظم الجمهوريه. النهارده المجازر ملهاش ارتباط بعمليه التسويق، يعني المجازر ليها ارتباط بنقل الطيور الى المجازر، وبعد كده المجازر بتطلع المبرد او المجمد توديه اي حته في مصر. فاحنا عندنا مجازر. لا يعني هو لو 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 مثلا في محافظه ما فيهاش مجزر وهيذبح فين؟ هيذبح في المجزر اللي في المحافظه الثانيه، هيعدي عادي ولا هنا القانون هيبقى يعني هيبقى مخالف للقانون ولا هيبقى وضعه ايه؟ لا يا فندم، هيعدي عادي معاه الاذن بتاعه ان هو رايح للمجزر
مكتوب فيه ان تم فحص الطيور وان الايصال ده ماشي بيه الى المتجر المحدد، لكن مش داخل القاهره ولا داخل الكيس. اذن من مين يا على سبيل دكتوره؟ المثال هياخد اذن من مين؟ بياخد اذن من الطب البيطري بان احنا تم فحص، بناخد عينه قبل التسويق بنتاكد ان ما فيهاش انفلونزا، بيطلع معاه الاذن، ومعانا احنا عندنا اذنات من الطب البيطري بيطلع بيها. علشان كده بنقول الاطباء البيطريين هيكون موجود منهم عدد في الكمائن علشان فحص الاذون، وده بيكون طالع للمجزر. طيب. فيش احنا مش بنمنع نقل ما بين المحافظات علشان ما حدش يفتكر ان احنا لا، ده هو احنا بنودي نمنع دخول الطيور الحيه الى الجيزه والقاهره كمرحله اولى، بعد كده هندخل في اسكندريه وبعد كده العواصم للمحافظات. طب دكتوره احنا ليه لسه عندنا انفلونزا طيور؟ من الاسباب الاساسيه اللي قلتها لحضرتك عمليه تداول الطيور الحيه. عملية النهاردة الفيروس ده بيكون في مصارين الطيور دي، وبالتالي لما بيحصل تنظيف في المحلات كل النفايات دي بتترمي. أنا عايزة أقول إن كمان هيبقى فيه قيمة مضافة، لأن كل المخلفات في المجازر بتدخل حاجة اسمها كوكرز بيتم طبخها فبتمنع التلوث، وبيتم تحويلها إلى أعلاف للحيوانات الأليفة وكمان أو مخصبات زراعية، وبالتالي إحنا هنا بنستفاد بجميع يعني الأجزاء للدواجن، فهي قيمة مضافة وعدم تلوث به وعدم انتشار أمراض. كل ده اللي احنا اتحطت القانون عشان نمنع تداول الطيور الحية لمنع انتشار الأمراض. طيب عايز أرجع مع حضرتك للنقطة اللي ذكرتيها، وأتصور أنها حجر زي ان احنا نخلص من ده يا دكتوره، فكره انه اصحاب المحال هياخدوا قروض ميسره علشان يحولوا محلاتهم لبيع المنتجات المبرده والمجمده. يعني كذا سؤال سريع، المفترض امتى يتم ده؟ يعني ويخلص امتى؟ والفايده كام على هذه القروض؟ احنا بنناشد الجميع دلوقتي زي ما قلنا لحضرتك، واحنا كنا اجتمعنا اصلا بالرابطه اللي هم للمحلات او الريشات في مجلس النواب، واتكلمنا معاهم من اكثر من 6 شهور على اساس ان هم قدامهم الفرصه ان هم ياخدوا قروض من جهاز تنميه المشروعات، ودي نقطه حاكمه بالنسبه لهم ان هم هو مش بنضره، بالعكس احنا بننقل لنوعيه ثانيه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذه دينا، في بلاد اقل مننا بكتير ما فيش فيها تداول طيور حيه، ما فيش. طيب وبدات يعني بعدنا، احنا بادئين صناعه الدواجن من الثمانينات. طيب امتى ده هيبدا، ولا هو متروك لرغبه اصحاب المحلات؟ لا يا فندم، احنا بنرتب نفسنا عشان ما يبقاش في نقطه ضعف في تطبيق المنظومه، وبنديلهم فرص علشان ما حدش تاني يجي يقول احنا ما كناش نعرف او احنا ما لا، واجتمعنا بيهم في مجلس النواب. الفايده قد ايه على القروض؟ الفايده احنا داخلين هم في فايده 5%، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. كويس كويس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة. خلوني أقول لحضراتكم أيضا بعض المعلومات المتعلقة ب يعني هذه الصناعة. 64 مليار جنيه إجمالي استثمارات الإنتاج الداجيني في مصر، 2.5 مليون عامل بيشتغلوا بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع. الإنتاج المحلي بيكفي 95% من الاستهلاك في مصر، كان قبل كده بيكفي ويزيد الحقيقة قبل 2011 قبل انفلونزا الطيور، لكن طبعا يعني الحبه الصغيرين دول بيتم تعويضهم بالاستيراد، اما بيض المائده فبيكفي استهلاكنا بالكامل. الحكومه بتحصر 25,300 وشويه مزرعه ومنشاه ثروه داجنه ضمن قاعده بيانات عن صناعه الدواجن في مصر. خلوني كمان استقبل دكتور عبد العزيز السيد شعبه الدواجن بغرفه القاهره التجاريه على التليفون. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ومساء النور على الساده المشاهدين. تعقيب حضرتك على اللي ذكرته دكتوره منى في انه المحال اصحاب المحلات يتوجهوا للمنتجات المبرده والمجمده. اعداد المحلات قد ايه يا فندم؟ وازاي يعني يقتنعوا كلهم بانهم يتحولوا للمجمد والمبرد؟ هو القصه احنا بدانا بهذا الموضوع يمكن بعد دخول الفلوس الطيور في 2006 و2008، كان في تم رصد 120 مليون جنيه من القرض بتاع الصندوق الكويتي على اساس تطوير هذه المحال، وعملنا عده اجتماعات مع اصحاب المحال، لكن للاسف الشديد لما طبقنا التشريع الخاص منع التداول هو 70 ل 2009 وبدانا نطبق بعض الالتزام، ولكن بعد 2011 لم يتم التفعيل
بالكافي عشان نقدر نحول. وقلنا للناس الفلوس متواجده، يا ريت تتوجهوا كلكم الى الصندوق الاجتماعي في 50,000 جنيه لكل محل التطوير والتحديث. ما حدش يتحرك، مش حد يتحرك ولا حد يتوجه. ليه؟ النهارده الناس بتلومنا لما احنا بنتكلم بنقول ان احنا عاوزين ننسى تداول الدواجن. الحقيقه احنا الدوله الوحيده في العالم اللي يمكن ما بطبقتش هذا التشريع. احنا يمكن من ضمن ثلاث دول ما زلنا في عندنا انفلونزا الطيور في العالم كله، وده خلل جسيم على قدر مصر ومكانتها. عيب قوي ان احنا ما زلنا عندنا انفلونزا الطيور، وما يصحش ان احنا ما حدش يلتزم بالقرار. احنا لازم نطبق التشريع، وانا بايد هذا الكلام من زمان، ولكن احنا محتاجين اليات للتطبيق والتفعيل والتحرك. الدكتوره منى محرز قالت كلام ممتاز جدا، ان احنا عايزين العينه من كل المزارع تاخد عينه المعمل المركزي، ثم يتم اخذ الخطاب من الاداره البيطريه التابعه لها المجزر، وايضا يكون في الكماء الناس على قدر المسؤوليه. قدر المسؤوليه يعني ايه؟ يعني ما حدش يعدي من الكمين ما يكونش معاه العينه وما يكونش معاه الخطاب. يعني انا مش اي حد يعدي وخلاص، طالما انا بطبق تشريع وقانون لجد الجميع يلتزم بهذا الكلام. لابد يتم توجيه مديريات الطب البيطري المتواجده في المحافظات والادارات الزراعيه ان يتم اخذ عينات، لان ما خدوش عينات هيحصل عندي مشكله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه والمهمه، احنا فعلا زي ما قالت الدكتوره منى، احنا قعدنا في اول عام 2018 في مجلس النواب قلنا لكل الناس خلي بالكم احنا هيتم تطبيق التشريع، ما حدش ايضا يتحرك. الناس النهارده بتقول طب يا جماعه اتحركوا، احنا معاكم. احنا بنقول اي قانون في العالم ما حدش هيوافق عليه 100%، لكن نسبه 80% الناس هتوافق عليه لصالح الصناعه ولصالح الناس. ال 20% اللي هم متضررين احنا عايزين، قلنا متضررين من ايه؟ واحنا نساعدكم واحنا معاكم ونعضدكم، بس على اساس نحافظ على الصحه العامه والبيئه ونطلع من انفلونزا الطيور. احنا بقالنا طيب هي ايه الاسباب دكتور عبد العزيز اللي بتخليهم مش عايزين يتوجهوا للتوجه ده؟ هقول لحضرتك، يمكن النهارده الراجل اللي قاعد في المحل النهارده بيقول لك اصل دي ثقافه شعب. طب لما جت انفلونزا الطيور كل الناس التزمت بالمبرد، ما كانش في حاجه خالص موجود. أيوة. في اول انفلونزا الطيور في 2006 والكل استجاب للدواجن المبرده المذبوحه في المجازر. يبقى ما فيش حاجه اسمها ثقافه شعب، لا، في قضيه ان احنا في تشريع بنطبقه، في ان احنا بنحافظ على الصحه العامه، بنحافظ على البيئه، وايضا خلي بالك انا بحافظ عليك وعلى دخلك، ما تفكرش ان انا بطبق تشريع عشان الغيك من المنظومه، ده انت اساس المنظومه. اطر محدده يجب ان كلنا نلتزم بها. بالنسبه للمحلات تقريبا احنا عندنا حوالي من 15 ل 20,000 محل، واحنا كنا بنتجادل هذا اليوم في هذا الاطار المحلات دي 20 30 40. احنا لما حسبنا الانتاج بتاعنا حدث هذا الكلام، لكن احنا بنقول ان احنا الياتنا الكل يتحرك الى الصندوق الاجتماعي. هي نقطه الاليات برضو يا دكتور، ايه ضمانات تنفيذ القانون اذا كان اصلا كان موجود في 2009 وتفعيله يعني بقى فيه سيوله مثلا او شيء من هذا القبيل بعد 2011؟ ايه ضمانات انه يتم تنفيذه؟ الاليات اللي حضرتك بتسال عليها استاذه دينا، اليات التطبيق تاتي من الحكومه المعنيه او الجهات المعنيه وليس من المجتمع المدني. لا ما انا عارفه طبعا، انا بسال حضرتك. بسال حضرتك على يعني تطميناتك انت، شايف انه بالمنظر ده اللي سمعته من دكتوره منى ده يعني يطمئن بالنسبه لحضرتك، ولا لا في حاجات ثانيه تقترحوها شايف انها غايبه عن الحكومه؟ حضرتك اللي احنا الخلل اللي حدث 2009 و2010 و2011 كل الناس عارفاها، كانت تصاريح بتتضرب وناس بتعمل تصاريح وبتزورها. نمره اثنين، الكمائن كانت بتعدي منها السيارات بتروح اي مكان، نظير مبالغ بتتضرب، وده خلل جسيم لابد ان لا يحدث مره اخرى. كل دي خلل احنا عرفناه وشفناه، والكلام ده كان موجود، والقاسي والداني يعلم تماما ان هناك كان بعض التزويرات في التصاريح. ده لازم يكون في قوة حازمة كل من تسول لها نفسه أن يلعب بهذا الموضوع. ده جزئية مهمة جدا عشان أطبق. أنا عندي قانون والقانون بيجرم، خلي بال حضرتك، طالما أنا القانون بيجرم والعقوبة متدرجة 1 و2 و3، الأول نمرة 1 بيتم القبض على السيارة، نمرة 2 بيتم القبض وغلق المحل، نمرة 3 القبض والغرامة والحد. فإحنا بيتدرج القانون، إحنا مش عارفين نحبس حد، احنا بنعمل تشريع عشان ننظم صناعه. طيب. عشان ننظم صناعه ونحافظ على الانتاج بتاعنا ونعضده. حضرتك بتقول احنا كان عندنا اكتفاء ذاتي مش قبل 11، كان من قبل 2006 في فرنسا الطيور كان عندنا اكتفاء ومصدر الى كل الدول. انا الاوان، وعشان نعمل الكلام ده خلي بالك النهارده مجلس الوزراء تحدث في امور كثيره جدا، ولكن هذا كلام خلينا نقول احنا عاوزين نطبقه على ارض الواقع. من 2006 بنقول هذا الكلام اللي قيل هذا اليوم.
اذا كنا احنا عاوزين فعلا نطور، عايزين نحدث، عايزين نتحرك، لابد يكون لنا خطوات على ارض الواقع. ليس هناك تحركات من خلال الكلمات، الامم تتحرك وترتقي من خلال الافعال، ده اللي احنا عاوزينه في المرحله القادمه، ونوفر الاراضي اللازمه لكل من يريد ان يتحرك الى الصحراء عشان نطور منظومه الثروه الداكنه في مصر ونخرج من انفلونزا الطيور. وضحت الفكره، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز. وده موضوع الحقيقه مش هيتناقش في مكالمه تليفون، لان بنتكلم على الصناعه الداجنه في مصر مهمه ومتشعبه واطرافها كتير الحقيقه، فيعني ربما نفسح مجال اكتر للحديث عن هذا الموضوع. ننتقل لخبر آخر ومتابعة أمنية جديدة. النهاردة وزارة الداخلية أعلنت مقتل 10 من المسلحين والإرهابيين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في مدينة العريش. الوزارة أعلنت في بيان رسمي لها ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني بيفيد أن هؤلاء 10 اتخذوا واحدة من المزارع بمنطقة العريش كوكر ليهم، وأن هم كانوا يخططون للقيام ببعض العمليات الإرهابية. فقامت قوات الأمن بعملية مداهمة للقبض عليهم. هم بدأوا بإطلاق النيران، قوات الأمن بدلتهم بإطلاق النيران ما أدى إلى مقتلهم جميعا. أيضا في نفس هذا السياق الأمني، طبعا تابعنا مع حضراتكم بالتفصيل وقعة إلقاء القبض على الإرهابي الخطير هشام عشماوي من القوات الأمنية الليبية بالأمس في ليبيا. وكنا ذكرنا لحضراتكم قد إيه هذا الاسم ارتبط بعمليات إرهابية خطيرة جرت في مصر، زي حادث الواحات والفرافرة وأيضا في العريش وأيضا المنيا. يعني مصر أصابها كتير قوي من هشام عشماوي مباشرة بعد يعني زيوع هذا الخبر وانتشار هذا الخبر. أسر الشهداء طبعا أكتر ناس اتأثرت ربما فينا كلنا بهذا الخبر، فرحة عارمة، إحساسهم بأنه خدوا حقهم، إحساسهم بأنه القصاص اتحقق، بل أنه البعض بدأ أنه يستقبل العزاء في أولادهم اللي سقطوا شهداء في العمليات اللي كان فيها هشام عشماوي العقل المدبر. المنيا مثلا كان فيها طبعا حالة كبيرة من الفرحة لأنه شهدت حادث أوتوبيس المنيا، هذه المجزرة اللي راح فيها 29 شهيد، كمان حادث الواحات، وقبل 12 يوم من مرور سنة على هذه على هذا الهجوم اللي راح ضحيته 16 ضابط ومجند. معانا على التليفون دكتور علاء الحايس والد النقيب محمد الحايس، طبعا اللي تابعنا وقتها اسمه اللي طرد عاد وكان مختطف وعاد بعد فترة بعد ما قامت القوات المسلحة دي استعادته في عملية نوعية وقعد لفترة يتلقى العلاج. مساء الخير دكتور علاء. اهلا فندم بحضرتك. يعني ببارك لحضرتك مبدئيا يعني لهذا الخبر، وخليني اسالك تلقيته ازاي؟ ايه كان رد فعلك؟ والله يا فندم زي اي مصري يعني احنا طبعا فرحه عامره يعني، وان شاء الله ربنا يكمل الباقي بقى يعني ونخلص من الارهاب الاسود دوت يعني. ان شاء الله خير ودي البدايه يعني ان شاء الله. طيب يعني للنقيب محمد الحايس وضع خاص كان في حادثه الواحات او هجوم الواحات دكتور علاء، ما بين قلق انه تم اختطافه وما بين اصابته لما رجع يعني اتعالج، هذه المسيره اللي النهارده او امبارح عرفنا انه هشام عشماوي تم القبض عليه، يعني بتقول له ايه؟ ايه رساله تقولها له ولغيره من الضباط اللي يعني ما زالوا بيعملوا مواجهه الارهاب في كل حته في مصر؟ والله يا فندم احنا مرينا بظروف صعبه جدا، يمكن حضرتك تعليم ذلك ومصر كلها عارفه الكلام ده يعني، احنا مرينا بظروف صعبه جدا يمكن اصعب من ظروف الاستشهاد يعني، لكن مرينا بظروف اختطاف ومرينا بظروف تعب ومرض وسفر ورجوع واستكمال علاج في مصر واحتمال يكون في استكمال علاج تاني بره، ولسه محمد طبعا لسه ما زال يعني لسه تحت العلاج ولسه يعني الامور ما بنتش يعني او ما كانش ما بقتش واضحه يعني لسه يعني. بس في الاول والاخر ده مصري ودوت يعني فدا مصر وفدا يعني احنا مصر تستاهل كل خير يعني، مصر تستاهل كل حاجه حلوه مننا يعني. فمحمد اللي قدمه دوت وهو بيقول انا قدمت وهقدم تاني ولسه هيقدمه يعني، هو مستعجل جدا ان هو يرجع شغله ومستعجل جدا ان هو يرجع جنب زملائه
ودي ضريبه هو دفعها مقدمه بالنيابه عننا كلنا يعني. هيتلقى العلاج لسه يعني في مرحله تانية من العلاج دكتور علاء؟ احنا لسه ما زلنا في مرحله العلاج الطبيعي دلوقتي، واحتمال يكون في نهايه العام يعني ان شاء الله ممكن نسافر تاني على يبقى في عمليه في الركبه تاني. ان الموضوع كان صعب جدا، ولغايه دلوقتي احنا يعني ما وصلناش للنتائج اللي احنا نقدر نقول ان هو يقدر يمشي طبيعي. يعني ربنا يطمنكم عليه وان شاء الله يعني نطمن عليه كلنا. طبعا كانت ظروف صعبه وحادثه بشعه، لكن ان شاء الله نطمن عليه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء. كمان معانا استاذ حافظ شوشه والد الشهيد النقيب احمد شوشه. مساء الخير استاذ حافظ، بعزيك يعني مره ثانيه، ويعني خليني اسالك، استقبلت خبر القاء القبض على هشام عشماوي ازاي؟ اولا مساء الخير استاذه دينا. طبعا الخبر اسفل صدورنا كلنا، جميع الشهداء اللي هم بتوع الشرطه او الجيش السبب فيهم، مش عايز الواحد يقول كلام مش كويس على كلب زي ده، كان السبب في استشهاد اعداد كبيره قوي من المصريين. شباب زي الورد راحوا فدا مصر غاليه قوي تستاهل كل واحد يضحي عشان الكلب ده، الواحد مش عارف يقول عليه ايه. طبعا فرحان جدا باللي حصل، ان تم القبض عليه. بس اللي هي كلمه يا استاذه دينا اتفضل. بالنسبه للفرحه، الواحد ما يفرحش، فرحته مش كامله، لان الواحد يفرح امتى؟ لما الارهاب نفسه ينتهي من مصر كلها. لان حضرتك ما تتخيليش الالم اللي الواحد بيحصل له لما بيشهد واحد من الشرطه او واحد من الجيش، اكن ابني احمد بيستشهد التاني قدام عينيا. ألم حضرتك لا تتخيليه. كل يوم في شهيد في شهيد في شهيد، والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا بحس إن ابني أحمد بيستشهد قدام عينيا كل يوم. فأنا يعني بطلب من سيد رئيس السيسي إن احنا يخلصنا من الإرهاب الغاشم ده كله عشان نقدر نعيش كلنا في أمان. وأنا مع السيد الرئيس في كل القرارات اللي هو بياخدها، لأن أنا عارف إن هو محب وعاشق لتراب مصر. أي بشكرك. ومهما نضحي ومهما نضحي ما نسويش جمال مصر بالنسبة لنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حافظ شوشة والد شهيد النقيب أحمد شوشة. مشاهدينا خليني أرجع مع حضراتكم مرة تانية لموضوع الدواجن. معانا على التليفون نائب إيهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة، يعني كان متابع للحوار منذ قليل، وعضو اتحاد منتجي الدواجن أيضا نتابع حوارنا مع دكتور عبد العزيز ومع دكتورة منى. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أنا عضو مجلس إدارة الاتحاد العام المنتجي الدواجن، بجانب ان انا عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب. ما انا قلت كده. تمام يا فندم. اتفضل. اولا طبعا انا بحييكي وبهني حضرتك الحقيقه على الاسئله المحترمه اللي حضرتك طرحتيها، واللي يعني الاجابات ما كانتش شافيه بالنسبه لي او يعني مريحه، فاضطريت ان انا اطلب اعمل هذه المداخله. ارجوك. لعده اسباب. هذا الموضوع فيه جانبين، جانب فني وجانب سياسي ومتعلق بظروف البلد. هل ونحن نحارب الارهاب وشرطتنا الباسله بتحارب الارهاب وعندنا العمليه الشامله سيناء، واديك لسه قاضين على العشماوي وشكر كبير للقوات المسلحه الليبيه المحترمه، هل النهارده شرطتنا الباسله فاضيه يا دكتوره منى؟ اولا يعني كتوقيت لتطبيق هذا القانون وتفعيله، انها تجري ورا عربيات الفريق وتشوف مين معاه تصريح ومين معهوش تصريح؟ دي نقطه اولانيه. ومدى امكانيه تطبيق هذا القانون؟ احنا يا لصلامة اشتكينا كتير جدا من كم القوانين وعدم الإمكانية على التطبيق على أرض الواقع، وبالتالي علينا ألا نطلق العنان للقوانين من دون ما يكون دارسين كويس قوي إمكانية تنفيذ هذا القانون. ده جانب. الجانب الآخر هو جانب فني بحت، تحدث عن إن طب معلش قبل ما نتجاوز هذه النقطة سؤال بس، هو القانون موجود من 2009؟ تمام. طيب هو موجود، هي احنا مش هنقول القانون جديد. هو ليه 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 ما اشتغلش وما فعلش وليه ما كملش للاخر لو هو حاجه محترمه تنصب؟ ايوه هو ما اشتغلش المواطن. هو ما اشتغلش وما تمش تنفيذه للظروف اللي بعد 2011، لكن دلوقتي هو القانون موجود. هي الست مش هتعمل قانون جديد، مش متقترح. انا بقول لحضرتك انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه، هو موجود من 2006. فكري تماما ان المواطن المصري اوتوماتيكي عندما تصدري تشريع بينصب في صالحه، تدعينا يطبقه لوحده، مش محتاج. اولا تغيير ذوق المستهلك لن يكون بالقوانين ولا بالشرطه، تغيير ذوق المستهلك بعمل محترم
تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات والمحافظات عشان اقدر اغير ذوق المستهلك بالتدريج، مش اغير ذوق المستهلك بالقانون وبالعصاية. حضرتك بتقول اغير ايه؟ ذوق المستهلك؟ ذوق المستهلك، ما هو ما بيقول لك ايه الذوق في كده؟ هو ان هو هياكل فراخ، بس الفراخ الحيه بتجيب امراض فهياكلها مجمده. هقول لحضرتك الفراخ الحيه ما هياش مصدر الامراض لانفلونزا الطيور او غيرها من الامراض كتداولها. الدكتور عبد العزيز ذكر ان احنا الدوله الوحيده في العالم، لا واكيد لك ان لا، وقال احنا دوله من ثلاثه، وحتى لو احنا 10 ومصر فيها لسه انفلونزا الطيور، ما خلصت انفلونزا الطيور دي من كذا سنه يا فندم. احنا عندنا مشاكل ثانيه جامه على راسها التحور في عتره النيوكاسل، عندنا عتره البي، عندنا العديد جدا من الامراض. يعني تداول الدواجن الحيه بالنسبه لحضرتك كواحد متخصص لا يشكل مشكله؟ انا بقول لحضرتك اهو انه مش هو ده لب الموضوع، ده بارت صغير جدا من الموضوع، هو تنظيم لعمليه صناعه الدواجن، ان احنا بنحاول نشتغل بطريقه اشيك وارقى، ولكن يا فندم مش هو الاساس في انتشار انفلونزا الطيور. هناك تداول الناس، ده اخطر وقنبله موقوته. ماذا فعلت الدكتوره منى محرز؟ طيب لا ثانيه واحده، ما هو الاقتراح بتاعي انه المحلات نفسها تتحول من محلات بتبيع دواجن حيه لدواجن مبرده ومجمده، هيقضي على انه في دواجن حيه في السوق اساسا. وكان دكتور عبد العزيز بيقول انه مصر من الدول القليله جدا اللي لسه فيها دواجن حيه. انا عايز بس اوضح نقطه مهمه يا فندم. انت عندك حضرتك ايه اللي ينشر الامراض؟ الفرخه اللي بتموت في المزرعه نتيجة ان فيها عدوى مزرعة معينة في مكان ما جالها انفلونزا الطيور، فحصل فيها نافق خفيف في البداية، اي عدوى في الاول بتعمل نافق خفيف، ثم بعد كده لما بيحصل ان يبقى في حمل فيروسي عالي جوه المزرعة النافق بيبدأ يزيد بالتدريج. لو مزرعة فيها نافق، ما هي الاليات وما هي الطرق الصحية العلمية لتداول النافق اللي موجودة في كل مزارعنا سواء صغيرة او كبيرة، عشان نقدر نقول ان الفرخة الميتة دي بتتداول بطريقة معينة؟ دي بتترمي على الطرق، بتترمي في الترع وفي المصارف، لان مفيش آلية ولا سيستم محترم لتداول النافق، هو ده اللي بينشر الامراض اساسا. ده اولا. نمرة اثنين، متصابة وخلص باع فراخه وجي بعد كده بيبيع السبلة، فين الطرق الآمنة المحترمة لتداول السبلة؟ السبلة بتبقى قنبلة موقوتة بتتحمل وتلف في المحافظات عشان يزرعوا عليها خضار ويسمدوا بيها. يعني ايه سبلة؟ السبلة اللي هي مخلفات الدواجن بعد نهاية الدورة. طيب سيادة النائب، هل يعني ده مش موجود من وجهة نظر حضرتك؟ طب ليكوا اقتراحات في لجنة الزراعة؟ اقترحت ده في لجنة الزراعة يعني ما تعملوا ده؟ جم من 8 شهور وتحدثوا عن ذلك في لجنة الزراعة وتطبيق القانون وتفعيله. تفعيل القانون بينصب في صالح 10-12 شركة كبرى بتمتلك مجازر كبيرة جدا، عايزينهم في الاخر هم دول اللي يقدروا يتحكموا في صناعه الدواجن. النهارده القطاع الريفي بيمثل من 35-40% من صناعه الدواجن في مصر. التربيه من 5000 فرخه وانت نازل لحد 100 فرخه و200 فرخه، بيوت كتيره جدا مفتوحه على النشاط ده، اسر كتيره جدا بتوفر لحمه ليها، غير ان هي بتشتغل وتبيع الزياده بتزود دخلها. ماذا فعلنا لتطوير القطاع الريفي اللي بيمثل اتحدى من 35-40% من انتاج الدواجن في مصر؟ لو بنتج 1.5 مليون فرخه في اليوم او 2 مليون فرخه، 40% منهم في القطاع الريفي. طيب الدكتوره منى بتقول لا ده المجازر الموجوده كافيه وزياده. طيب نقعد مع بعض بالورقه والقلم ونحسب المجازر الاليه المحترمه اللي بتتكلم عليها، نحسب طاقتها بالكامل 100% ونشوف هل هي قادره على ان هي تذبح 1.5-2 مليون فرخه في اليوم ولا لا. كمان يا فندم النقطه المهمه جدا، هل متوزعه جغرافيا في المحافظات اللي فيها كميات كبيره جدا من الدواجن متوزعه صح؟ عشان نقدر نقول ان كل محافظه فيها كميات كبيره من المجازر تستوعب الدواجن اللي موجوده فيها. نقعد ونشوف ده. احنا مش ضد القرار، ولكن انا بقول فين لاخر مرحله المفروض ان احنا نعملها، وبنحاول نعملها اول مرحله. صناعه الدواجن بحاجه الى تطوير حقيقي وليس هامشي، وليس عشان ينصب في صالح بعض المجازر عشان تقدر تشتغل والباقي يقفل وياخد منهم مجمد ومبرد ويبيع لهم. ده مش حل انا من وجهه نظري يا فندم. طيب يعني سيادة النائب، انا بس احب اقول لك ان احنا حاولنا نتواصل مع دكتوره منى عشان ترجع لنا وتسمع من حضرتك مباشره هذا الكلام، لكن واضح ان هي وجهه نظري، لان اتصلت بها مباشره وكلمتها في هذا الموضوع، وقبل كده كمان حضرتك في لجنه الزراعه اتكلمنا في هذا الموضوع وانا قلت نفس هذا الكلام. تطبيق هذا القرار في التوقيت ده بدون ما يبقى عندي تنظيم كامل لصناعه الدواجن، محاوله لتطوير الصناعه ككل،
احنا بنعبث وبنقرر. طيب بس ما هو دكتور عبد العزيز وهو رئيس شعبة الدواجن يعني متفق تماما مع كلامها، بالعكس ده شايف انها اتاخرت. انا بقول لعبد العزيز ده حبيبي وصديقي على الهواء مباشرة، احنا اتكلمنا في التليفون امبارح، ده ما كانش رأيك. على الهواء مباشرة يا دكتور عبد العزيز، انا اتكلمت معاك في التليفون امبارح، ده ما كانش رأيك. احنا مش ضد القرار يا فندم، انا مش بقول ان القرار خاص، ولكن انا بقول مش وقته، في اهم منه الاول. في اهليل اهم، طوروا لي صناعه الدواجن اللي انا محصور عليها، القطاع الوحيد الانتاجي اللي كان فيه اكتفاء ذاتي قبل 2006 واتدمر، طوروا لي ده تطوير حقيقي على ارض الواقع مع مراعاه البسطاء. المربي الصغير اللي بيربي 5000 و10000 و20000 فرخه ما تموتهوش، ده عدده كبير ووفر فرص عمل وساند البيت المصري وله دور مهم جدا. الصغير وضحت الفكرة. بشكرك سيادة النائب. انا بس عايز اقول انه احنا حاولنا نتواصل مع دكتورة منى محرز علشان ترد، بس تليفونها فصل، واحنا ما فيش وقت الحقيقه ان احنا نتواصل مع دكتور عبد العزيز مره ثانيه عشان هو ايضا يمتلك حق الرد، لكن ربما الاسبوع اللي جاي نجتمع كلنا اذا الاطراف حابه انها يعني تقول ارائها ونطرحها على الترابيزه امام الجمهور ونتكلم بمنتهى الصراحه في هذا الموضوع. بشكرك سياده النائب ايهاب غطاطي عضو لجنه الزراعه وعضو اتحاد منتجي الدواجن. اخر اخبارنا النهارده هي عن حبس الاستاذ الجميل المتهم بقتل ابنه في دمياط سنة مع محكمة جنايات دمياط هي اللي أصدرت هذا الحكم على جمال عبد الشافي أستاذ القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر في دمياط الجديدة بالسجن مع الشغل والنفاذ لاتهامه بقتل ابنه بعد التعدي عليه بالضرب لسرقة مبلغ 400 جنيه وسبيكة ذهبية من البيت. هيئة المحكمة قالت أنها استعملت أقصى درجات الرأفة مع المتهم للحفاظ على الأسرة، في حين أن النيابة العامة كانت تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لأنه يعني ضرب ابنه البالغ من العمر 14 سنة وضرب أيضا ولدين تانيين عندهم 17 سنة و13 سنة، ووجهت له تهمة الضرب عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل انتزاع اعتراف منهم أن هم سرقوا مشغولات ذهبية وفلوس من البيت. مشاهدينا خلينا نروح لتقرير عن مؤتمر الجمعية المصرية للفرنشايز بتعلن عن تفاصيل اجتماع المجلس العالمي للفرنشايز واللي مقام في مصر من 17 ل 19 نوفمبر القادم. بمشاركة 46 اتحاد بيمثلوا اتحادات الفرنشايز حول العالم، تنعقد اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز أو الامتياز التجاري للمرة الثانية في مصر في الفترة من 17 ل 19 نوفمبر القادم. الدول دي بتمثل نشاط كبير جدا في نشاط التجزئة في العالم، بيمثلوا أكثر من 45 ألف علامة تجارية مشهورة، بيمثلوا 2,600,000 بيزنس، 29 مليون عامل، بيمثلوا في المتوسط 2.7 من الناتج القومي المحلي لدولهم. ده مبالغ كبيرة جدا، لو قدرناها تطلع أكتر من 3 تريليون دولار. الممثلين دول جايين هنا في مصر بهدف إن هم يتعرفوا على السوق المصري. وبالتزامن مع الاجتماعات سيقام المعرض الدولي 16 للفرنشايز واللي هيقدم مجموعة من فرص الامتياز التجاري على المستوى المحلي والدولي. بنستهدف أكتر من 150 علامة تجارية في هذا المعرض، وأعتقد بيبقى برضو مجال لفتح أفكار وفرص للشباب والمستثمرين إن هم يتعاملوا مباشرة مع مانحي العلامات التجارية. محتاجين في الوقت ده إن احنا نشتغل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فده هيبقى يعني الحقيقة جاي في وقته تماما إنه الشباب يقبل عليه ويبقى شايف مشروع متكامل وخطة متكاملة من الأول لآخر المشروع بتاعه. حدث مهم في مصر، خصوصا ان الفرنشايز او الامتياز التجاري من اهم المجالات اللي بتعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هشام الرباط، هنا العاصمة. بعد الفاصل المشاهدين الكرام نعود ونلتقي للحديث عن مبادرة اللي اطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة اتكلم مصري.
مديرية أمن الأقصر نجحت في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات والدراجات النارية والتكاتك والاتجار في المواد المخدرة بنطاق مركز شرطة إسنا، متخذين من الظهير الصحراوي للمركز مسرحا لنشاطهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة يرهبون بها المواطنين أثناء السرقات تم ضبطها، كما عثر معهم على كمية من مخدر البانجو ودراجات نارية وسيارة من متحصلات